اهلا وسهلا. دريت او ما دريت عن قميص السائقين لفريق سكودريا فيراري لبطولة الفورمولا 1، ويحمل علم البرازيل على كتفه دلالة وإشارة للسائق البرازيلي فيليبي ماسا. وقد اشتهر السائق البرازيلي بالتغيب عن جزء من موسم 2009 بعد إصابته بشظية في الرأس إبان حادثته المروعة خلال سباق المجر والتي تهشمت فيها خوذته الواقية. لكن ماسا قد أوضح بأن أسوأ ذكرى له في مسيرته المهنية لم تكن أبدا تلك الإصابة، وإنما فضيحة حادثة سنغافورة موسم 2008 والتي أطلق عليها تاريخياً كراش جيت سكاندل، والتي كلفته اللقب آنذاك. وجاءت الجولة الأخيرة من ذلك الموسم على حلبة إنتر لاغوس في ساو باولو البرازيلية، وكانت المعادلة بسيطة جداً لفيليبي ماسا، فكان عليه أن يفوز بالمركز الأول ويضمن الحصول لويس هاملتون منافسه المباشر آنذاك على المركز السادس وما بعده. ورغم فوز ماسا بالمركز الأول على حلبة إنتر لاغوس، فإن هاملتون قد حسم اللقب في مصلحته في أكثر السباقات إثارة في تاريخ الفورمولا 1. وإن كنت ما تدري عن كل هذا فأنت الحين دريت.